كذا اقتناء بعض الحس عادة تستدعي لجنة إدارية للتقييم، لتقييم هذا اقتناء. حقا نجيو حنايا ديك الكنيسة، ما كناش هكذا مع المؤسسة، أننا مؤتمر بسيط. كتبوا واحد اللجنة اللي حدا الأعضاء ديال الأعضاء الرسميين ومن هما كيقوموا بناء على الوقائع وكذا. نقطة أخرى، هو الاقتناء حقيقة ماشي فكرة ديالنا. هذه فكرة ديال الفكرة أو اقتراح ديال السفارة الإسبانية. هي طلبت واحد الرسالة الوزارة الداخلية، السفارة الإسبانية في المغرب طلبت الإذن الوزارة الداخلية أنها تبيع هذا الملك الجامع. الفكرة ديال بحال ماشي وما جاتش لعندنا. جات مع السفارة الإسبانية عقد الوزارة الداخلية اللي مع مجلس العمالة وسط العمالة. فهما أصحاب الفكرة باش يبيعوا لنا. هما عندهم رغبة باش يبيعوا لنا. وهذه رسالة سابقة كانت جات 25 يناير 2018. إذا هذه المسألة اللي حنا ماشيين فيها الآن ماشي هي مسألة قانونية وعادية جدا. أولا الاقتناء كمقرر، ثم بعد ذلك تستعمل التقييم باش نحن نتبنى بعد أن تصل على المجلس في سابقة.